سفير معانا ست سفير، ازي حضرتك يا فندم؟ والف الف مبروك، وحابب ان انا اهنيك الحقيقه على الشكل الرائع وتعبك الكبير جدا جدا الحقيقه. كل الناس بتشكر وكل الناس بتقول ان حضرتك بتتعب عشان يقدروا يتفرجوا على المباراه ويرجعوا تاني، فانا بشكرك جدا بالنيابه عن الكثير والكثير من مشجعين مصر الحقيقه في الكاميرون. سيد سفير طبعا مدحت المليجي، نفسي تشوف عندنا هنا المطار عامل ازاي والناس ازاي في منتهى السعاده. يعني الحقيقه المنتخب النهارده عمل شغل ممتاز جدا ورفع راسنا كلنا، اشعرني بالفخر وانا قاعد في المقصوره بتفرج على المباراه، قاعد وانا يعني منفوش الريش زي ما بيقولوا. أيوة. كان بالسفير المغربي وروجي ميلا كان موجود، رئيس الاتحاد الافريقي المغربي كان موجود، فالحقيقه الواحد كان شيء يشعر بالفخر وكل بيهنيه على هذا الاداء المتميز. وشفنا قدامنا يعني 11 راجل في الملعب بالاحتياطي اللي نزل كانوا ارجل، والجمهور اللي موجود كان احسن واحسن، فالحقيقه كانت ملحمه كبيره الحقيقه، كل الناس لعبت دورها فيه ووصلتنا لهذه النتيجه المتميزه. ويمكن ربما النتيجه ما كانتش اكبر حاجه او هي سبب الفرحه او السعاده، ولكن الاداء المتميز للمنتخب بتاعنا اللي بيزيد مباراه بعد مباراه، والتماسك والترابط والانسجام بين اللاعبين والخطوط اللي بتقرب من بعض، الحقيقه يعني كان ماتش جميل جدا، وكلنا سعدنا جدا جدا بما رايناه. ويعني عشان الناس اللي قالت ان الفوز كان على كوت ديفوار بضربات الجزاء، يعني فالنهارده اثبتنا ان احنا قادرين على ان احنا نعمل احسن كمان من كوت ديفوار، رغم ان كوت ديفوار كان اللعب فيها كان متميز جدا، فالحمد لله على كرمه، وربنا ان شاء الله يكملها لنا على خير لغايه ما نوصل 6 فبراير باذن الله.